الذهب ارتفع بصورة أقل اليوم الاثنين مع جني المستثمرين بعض من مكاسب الأسبوع الماضي الضخمة. الأسعار مع ذلك ظلت تراوح قرب أعلى مستوياتها في 4 أشهر، فيما عزز التقلب في الأسواق على نطاق أوسع جاذبية المعدن الثمين كملاذ من المخاطر. خيبة السوق التي تأتت بعد قرار المصرف المركزي السويسري الأسبوع الماضي التخلي عن حدود الفرنك أثار عروضا قوية للذهب، والذي غالبا ما ينظر إليه على أنه بديل للأصول الخطرة. كل هذا دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أيلول سبتمبر إلى 1282 دولارا للأونصة الواحدة.